أيها النظار الكرام، تحياتي لكم. اليوم عندي لكم واحد القصة اللي وقعت في مدينة وجدة، ولكن ما بغاوهاش باش تسمعوا ولا باش تعرفوا ولا باش تنشر. قصة وقعت هذه واحد العامين ولا ثلاث سنين. هالقصة هو أن واحد السيد كذلك عايش في البادية من المنطقة الشرقية، تزوج مع البنت ديالو ودار معاه جوج وليدات. وشكون اللي فضح هاد القضية؟ هو خوه، عمو، خوه راجل كبير 80 سنة كيقرب يموت وبغى يموت، هبط ومشى لمحكمة الأسرة في مدينة وجدة ومشى تلاقى مع واحد القاضي وقال له: ودي انايا عندي واحد الحاجه اللي خفت الموت ونخليها مورايا، واحد الشهاده لله. قال له: شنو هي هاد الشهاده؟ قال له: راه الاخ ديالي مزوج مع بنته وعندها معها جوج وليدات. حول ولا قوه الا بالله، واش كتقول؟ قال له: هذا هو الواقع. القاضي قال له: سكت سكت. مشى دار البحث ديالو، اجتهد، دار البحث ديالو، دار هادي وهادي وهادي، وتأكد فعلا بالشي اللي وصلوا له. ما بغاوش يديروه ملف المحكمة، ما بغاش يفوت. اجتمعوا واحد المجموعة ديال القضاة اللي هما قضاة بحال الحكماء، وحنا وصلنا الخبر وحاولنا باش نتصلوا بدوك القضاة وحاولنا باش ندخلوا في القصة، ولكن ما صرحوا لناش وما قالوا لناش وما عطاونا حتى شي حاجه منها، الا بعض الناس اللي كيعايشوا هاد الاسره وهاد العائله بعد ما كدا، والناس اللي كانوا قراب بزاف هما اللي عطاونا راس الخيط. ولكن حنا ما عرفناش دوك القضاة شنو داروا مع ديك الاسره. هذاك السيد اللي مشى عند داك القاضي زاد واحد الشهرين 3 شهور وتوفى، الله يرحمه ويوسع عليه. ولكن حنا القصه اللي وصلت لنا هي ان هذاك الاب تزوج مع بنته بلا ما يعرفها. هذاك الاب كانوا عنده 4 العيالات، واول المره الاولى من هذه العيالات طلقها، كانت نحادر من قبيله من نواحي بوعرفه بليكيل. بعد ما طلق هذيك المراه مشات حامل وولدت ديك البنيه، وما بقى لا ينفقها لا يعرف لا هذه لا هذه لا هذه. مشات ايام وجات ايام، وهذيك البنيه هذيك المراه ولات تزوجت مع راجل اخر، وهذاك الراجل كان من دوك الناس الكسابه اللي كيروحال اللي كينزلوا هنا ونزلوا هنا ونزلوا هنا. البنت ديالها كبرت، دارت 18 سنه، بقات عايشه مع خواتاتها، يعني مع باه راجل باها وخواتاتها، لان امها توفات. بعد ما بقيت عايشه مع خواتاتها، جا هذاك الزوج داك الراجل باها شافها وطلبها من داك السيد عطاها له وزوجها له بالفاتحه، لان هذيك البنت بعدك ما عندهاش ورقات ولا زوجت بالفاتحه وعاشت معها واحد المده. هربنا الاخ ديال هذا السيد اللي هو هذا الراجل، ما كانش عايش هنا في المغرب، كان عايش خارج المغرب، ولكن كانت عنده اتصالات مع مرت خوه، كان عارف مرت خوه فين كانت، وكان عارف هذاك الراجل اللي اللي تزوج مع مرت هذاك السيد اللي طلقها. من بعد ما جا لقى الاخ ديالو ولد جوج وليدات مع بنته، شاف البنت، مشى عند شاف باها، جا عندها واحد النهار اللي هو راجل مها، شاف هادي، بقى كيسول، عرفوه، قال له: هادي بنت فلانة. الأب عرف بنته وعرف هادي وعرف هادي جوج وليدات وعرف الحقيقة كيفاش غادي يدير. راجل دابا عايش في البادية، الظروف ما بقات تساعدو ماديا، بقى ميت بحال اللي ما كان والو. الأخ ديالو قال له: دير شي حل، روح. ما عرف ما يدير، بقى مازال باقي لا هو لا، كاين الظروف ماديا فوق البادية الجبل العربية. هذاك السيد كبر مسكين ومرض، ومشى التجأ
قال شنو ندير شنو ندير، انا هبط نشوف القاضي وشنو هو حكم الاسلام وشنو هي الشريعه وشنو غادي يدير وشنو غادي يدير. هبط نعم سيدي، جا محكمه الاسره وتحط هاد الشكايه، تحطت شكايه شفويه للقاضي، والقاضي تبت وبحث وجمعوا مجموعه ديال القضاة واجتمعوا وما عرفناش شنو داروا، ما عرفناش شنو داروا وشنو كدارو واش ما عرفناش. هذاك السيد اللي حكى القصه انا جلس واحد الشهر ولا شهرين ولا توفى، وحنا ما عرفناش فين وصلت القضيه وشنو دار وشنو دار القضاء، لان ملف سري وسري وسري للغايه، ما بغاوش ينهضروا بالبلاء ولا ما بغاش هادي ولا ما بغاش هادي. وإن لقاء في قصة أخرى من القصص الواقعية اللي كيوقعوا لنا كنحكيو لكم واللي كنشوفوهم واللي كنسمعوهم واللي كنعرفوهم. ودابا غادي نقول لكم واحد القصة أخرى، ولكن بعد ما تعلقوا على القصص بالزينة ولا بالشينة، واش عجبوكم واش ما عجبوكمش، وتنخرطوا في اليوتيوب ديالنا حتى هما تنخرطوا وديروا باش تشجعونا ونزيدوا نحكوا لكم قصص اخرى. وراه بغيتوا شي قصص اللي هي خياليه راهم كاينين، وغادي تختاروا واش الواقعيه ولا الخياليه. هادو القصص واقعيه، صدقوا او لا تصدقوا، فاحنا كنكلوا عليها نقلوا علينا الامانه والمسؤوليه ديال القصص. الى اللقاء، تحيات جديده للجميع.